وليد الجميل مساء الخير. مساء النور. وليد الجميل حضرتك مطرب بتكتب بتلحن اغنيات، عضو بنقابه محترفي الموسيقى والغناء، متزوج، عندك بنتين فيوليت و جوزيت. جوزيت مدامتك اسمها سابين، ونسوانجي وابن ليل. صح. انت اليوم موجود لانك نسوانجي. شو يعني نسوانجي؟ نسوانجي يعني اول شيء مساء الخير. نسوانجي الانسان بيكون مزوي، بحب الجمال باختصار. ما بعتقد في حدا رجال كامل طبيعي منه نسوانجي. هذا باختصار، وبيكون الله خلقه بحب الجمال سبحان الله. وتعتبر انه الله خلق المرأة تتكمل الرجال. اول مرة مارست الجنس كان عمرك 16 سنة. صحيح. وشريكتك كان عمرها اكبر منك بشي 20 سنة. مين كانت؟ جارة. كانت جارة؟ نعم. الله يرحمها راحت. ماتت؟ كيف صار؟ تحرشت فيك؟ كان في عندنا حالة وفاة بالعائلة، وبتعرف ولد 16 سنة يعني بيعتبروه صغير. أمه أهلي حطونا عنده وراحوا. تنتبه لي يعني. طب هات لي مظبوط هذا. شو صار؟ صار إنه هي متزوجة كانت؟ أرملة. عزبة. أرملة كانت. ايه ما في عندها اولاد بالبيت؟ ما كان في حدا. لا نعم كنتوا انت وياها. ايه والشيطان طلتكم. انا ما كنت بعرف لا بالشيطان ولا شيء صغير بعد. وصار اللي صار. صرت يعني اتمنى يموت حدا بالعائله تضلني روح لعندها. انت هي عملت اول خطوه؟ اكيد. وقاومت؟ مش يعني قاومت. ايه مش مزبوط مش قاومت. تفاجأت يعني مثل كانه يعني شيء اول مره بصير معك. كانت علاقة كاملة؟ لا مش كاملة مش كاملة. واستمريت على علاقة مع المرحومة؟ الله يرحمها. ايه شي شهر شهرين. من وقتها اكتشفت انك نسوانجي. صح. وصار عندك علاقات متعددة لدرجة في مطرح ظهرت مع 7 نساء بنفس الوقت. صح. هلا استاذ نشان تقلك شغلة، يعني الواحد مش انه نسوانجي انه عم بيشوف حاله او شيء، انا بعتبر كل رجال نسوانجي. بتحدى حيا للرجال يقول لي منه نسوانجي. بتحديت يعني وجه بوجه، لانه مستحيل 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 ما تلاقي رجال منه نسوانجي. انت شو اكثر شيء بيعجبك بالمرأة؟ هلا المرأة بتعجبني كلها، يعني بس تطل سبحان الله. شفافها، صدرها، مؤخرتها، كل شيء، عيونها. بتحس كل واحدة عندها شيء بيميزها عن غيرها. انت بتعمل الخطوه الاولى؟ ايه اكيد اكيد. تزوجت سنه 2006 كان عمرك 26 سنه. صحيح. تزوجت سابين. حبيتها؟ اكيد. تعرفت عليها بالضيعه؟ كنا صغار تعرفت عليها. بالوقت اللي خطبته؟ اكيد. بالوقت خنتها بوقت الخطبه؟ خنتها.